الموضوع صعب، مستعده لده؟ اه ان شاء الله. وفي بطوله 18 جمهوريه يوم راس السنه كده، اخر السنه. يوم 31 هي هتبقى يوم 31. اوكي جميل. طب وانت استعداداتك ايه بقى؟ انا استعداداتي انا عندي ان شاء الله بعد اسبوع او اسبوعين من دلوقتي بطوله درجه اولى، وبستعد ل 18 سنه، وان شاء الله السنوات اللي هي اللي انا مستعد لها قوي في بطوله عرب، بطولتين عرب بحاول استعد لهم، او مش بحاول انا مستعد لهم يعني، وبنجهز لهم بقى من دلوقتي. بيكون داخليا هنا ولا بيبقى في مثلا معسكرات زي ماتشات الكوره كده، مثلا الفريق عنده معسكر؟ ما عندكوش المعسكرات دي؟ لا بيبقى داخليا. عشان الظروف الحاليه بتاعت كورونا ولا عموما ما عندكوش ال لا هو عشان الظروف الحاليه بس. لكن غير كده عادي بيبقى في معسكرات وخارجيه وداخليه كمان ولا بس داخليه؟ لا ممكن يبقى في داخليه وخارجيه كمان عادي. على ذكر الخارجيه عموما، هل في احتراف في عالم العاب القوى زي كوره كده مثلا، ولا ما عندكوش انتوا حاجه اسمها احتراف؟ لا في عندنا احتراف العاب القوى، عندنا بطولات عالم وفي بطولات افريقيا. لا انا اقصد بالاحتراف فكره اني عارف مثلا زي محمد صلاح كده، هو لاعب مصري محترف في انجلترا. انا بتكلم ان انت تبقى بتمارس الرياضه دي وبتتنافس، ولكن في يعني دول تانية او في اماكن تانية، ولا ده مش حاصل في العاب القوى؟ لا هو حاصل عندنا، بس لاعب مثلا ممكن يروح يلعب في جامعه امريكيه، لاعب يروح يلعب في سويسرا كده، بس مش بيتجنس يعني، هو بيروح هناك يلعب باسم. بعيدا عن التجنيس انا بتكلم، بس فكره ان هو بيمارس الرياضه اللي هو بيمارسها في بلد تانية او ظروف تانية. في عندنا كده. احنا واصلين لفين يعني؟ لو اتكلمنا على سن 20 سنه او تحت 20 سنه، اللعيبه بتوعنا في النادي الاهلي بصفه خاصه مختلفين او مميزين بايه عن بقيه الناس اللي في نفس المرحله في العاب القوى؟ بتكلم طبعا في العاب القوى عندنا بصراحه اللعيبه زي مثلا 18 سنه اللي هو سننا احنا. احنا يعني لا احنا متفوقين عن الاخرين بطريقه واضحه جدا يعني، حتى باين بيبقى باين احنا كويس يعني، احنا كويسين كبدنيا كعقليا، وتماريننا بتختلف عنهم، وبصراحه النادي مش بيأثر معانا في حاجه من ديت اصلا. فكره ان انت بتلعبي باسم النادي الاهلي يعني فكره، طبعا بقدر ما هي حاجه تشرف صاحبها، بس بقدر ما هي برضو حاجه تقلق صاحبها. أيوة. يعني مسؤوليه كبيره وتوقعات عاليه يعني. انت عارفه طبعا، واكيد انت كمان يا كريم يعني عارف كويس قوي ان النادي الاهلي بشكل عام ايا كانت الرياضه اللي بنتكلم عليها، المركز الثاني بالنسبه لهم زي الثالث زي الاخير، لو ما كنتيش الاولى اول ملهاش طعم عند الناس. ايوه صح. مش دي برضو بتشكل ضغط على الواحد؟ ايوه بتشكل ضغط كبير كبير قوي. بتتعاملي ازاي مع الضغوطات اللي من النوع ده؟ بتعامل بحاول ما اخافش. تمام. وايه تاني يا كريم؟ بتحاولي يعني هي الضغوطات بتبقى بتحاول ان انت ما تحطش نفسك تحت ضغط كبير، اصل انت محطوط بتنزل تعمل اللي عليك. انت محطوط فيها يا كريم لان انت لابس تيشيرت النادي الاهلي. اكيد انت تحت الضغط تحت يعني الضغط. بتهندله ازاي بقى؟ بهندل الوضع ان انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اتعصبش، او بحاول ان انا ما ابقاش عصبي وما ابقاش متنرفز، احاول اهدى على قد ما اقدر وابقى راسي كده في مكاني ومركز في اللي انا هعمله. هو بيبقى طبيعي ان انا اتوتر طبعا، بس بلاش التوتر ده اثر عليا في محاولتي او في جريتي يعني، ببقى عشان هيأثر على الجري يعني مش هنعرف نأدي كويس. اكيد بالظبط. ما عشان كده بسألك السؤال ده بتاع هندلة. أيوة مش هنعرف نأدي كويس لو يعني خفنا وعملنا ضغط علينا زيادة عن اللزوم. ألعاب القوة بالنسبة للناس اللي هم إيه مش بيمارسوها بس بيحبوا يتابعوها زي حالاتي، دايما شيقة جدا، ودايما الواحد بيستنى أي يعني دورات أولمبية أو أي بطولات دولية عشان يقعد يتفرج. وأنتوا طبعا عارفين إن في دول معينة مشهورة قوي في سباقات معينة أو في ألعاب معينة في ألعاب القوة. بتتابعي مين؟ يعني مين أكثر ناس بتبقي حريصة إن أنت تتابعيهم وتشوفي المنافسات اللي ما بينهم؟ يعني هل دول معينة، لاعبات معينات؟ أيوه بتابع طبعا. يعني مين أكثر حد بيشدك وبتحبي تتفرجي عليها لو إحنا بنتكلم على فتاة يعني؟ مين نموذج بالنسبة لك، المثل الأعلى، القدوة؟ في 400 حواجز طبعا نورين يعني، صاحبة رقم مصر أصلا. أوكي ده في مصر. طيب بره مصر؟ ما بتتابعيش المنافسات اللي في نفس المرحلة؟ بتابع بس ما بقاش عارفة أساميهم إيه وكده. بس بتبقي حريصة إن أنت تتفرجي.